الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وخير رسله، وبعد، فهذا برنامجكم المبارك ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم عنوانه من كسب يده، وهو مقتبس من معنى حديث نبوي صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الإسلام استقر في أذهان المسلمين أنه دين الله عز وجل وشرعه الذي أنزله على عبده ورسوله محمد بن عبد الله، ودين بهذا الوصف حق أن يكون دينا جامعا لكل خير. حاجة الإنسان للكسب هذا شيء لا نزاع فيه بين أهل الملل والنحل كلهم، فقد ورد في نوادر الأصول عند الحكيم الترمذي وعند غيره خبر يستأنس به ولا يجزم بصحته، أن الله عز وجل لما أهبط آدم إلى الأرض قالوا إن الأرض كان يعمرها اثنان، النسر والحوت، وأن النسر كان إذا أظلم الليل واستوحش يأوي إلى الحوت في البحر، فلما أهبط آدم إلى الأرض ورآه النسر تعجب منه، فلما أمسى ولقي النسر الحوت قال له: لقد أهبط إلى الأرض شيء اليوم له يدان ورجلان. فقال الحوت للنسر: إن كان حقا ما تقول فليس لي ولا لك في الأرض قرار، بمعنى أن هذا سينازعنا الحياة في الأرض. هذا الخبر يظهر عليه أنه من أخبار بني إسرائيل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نعلم في الشرع ما يضاده، لذلك نستأنس به. ماذا نستأنس به؟ أن آدم عليه السلام أعطي قوة على العمل حتى يطعم حتى يأكل، ثم إن الله عز وجل بعد ذلك أورث الأرض بنيه، أي بني آدم، فكانوا في الأرض لهم طرائق في الكسب، لأن المكان الذي يطعم فيه الإنسان من غير ما كسب هو الجنة. الله لما أدخل آدم الجنة قال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وقال له: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومن معاني فتشقى أنك تضطر أن تبحث عن طعام تطعمه، وهذا يدفعك إلى أن تعمل حتى تنال بكسبك طعاما تسد به جوعك وجوع من تقوت. هذا من معاني قول الله: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. من هذا ننطلق إلى فهم هذا الحديث النبوي. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما قط. قط هذه مأخوذة من قط بمعنى قطع، ويتعني النفي لما مضى، تستغرق النفي فيما مضى. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، بمعنى أن مجالات الكسب عديدة، فقد تطعم، قد يهدى إليك، قد تجد ذلك في قارعة الطريق، لكن أكمل أحوالك وأنت تطعم نفسك أو حتى تطعم من تقوت، من كف أو كل الله عز وجل قوتهم إليك، لا يكون أكمل من أن يكون ذلك من عمل تعمله، من حرفة تقوم بها، من مهنة تتصل بك، إلى غير ذلك من طرائق الكسب المشروع. المهم أن تحفظ ماء وجهك، وأن لا تقبل أن تكون عالة على غيرك. والأول يقول: فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينهى الكثير ممن حوله من الصحابة أن يأتي أحدهم يسأل الناس، ودلهم على طرائق، كما دل ذلك الرجل على أن يحتطب حتى يكف يده عن الناس وحتى لا يصبح عالة عليهم، هذا يعطيه وهذا يمنعه. فعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أكل أحد طعاما خيرا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. عندما يكون الخطاب مقرونا بمثل، مقرونا بدليل، مقرونا ببرهان، يكون وقعه على النفوس أعظم وأجل، وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في خطابه للصحابة.
فلما قال هذا الأمر ضرب لهم مثلا، قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. الآن حتى تفهم الحديث، ما الذي يأتيك من سؤال وأنت تسمع نبيك عليه الصلاة والسلام يمثل فيقول وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده؟ السؤال الذي تطرحه أنت على نفسك بداهة أن تقول لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب المثل بداود، لما لم يقل وإن موسى كان يأكل من عمل يده؟ وقد علمنا من القرآن أن موسى كان يرعى الغنم، فموسى كان يأكل من عمل يده. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أي أن موسى عليه السلام قبل وأخذ يرعى الغنم ليطعم نفسه ويعف فرجه 10 سنين في أرض مدين عند ذلك العبد الصالح، وهذا من عمل اليد، ومع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر أن إدريس كان خياطا ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام، واشتهر بأن زكريا كان نجارا ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم من الأنبياء. لما خص داود عليه السلام بالذكر؟ خص داود بالذكر إذا علمت أن الله عز وجل قال يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ حاكم. فإذا كان داود وهو حاكم وهو خليفة يأبى إلا أن يأكل من عمل يده، فغيره من باب أولى. فإذا كان وهو خليفة حاكم ملك مع ذلك كان يصنع الحديد ويبيعه، يصنع الحديد يجعله دروعا، يصنع من الحديد دروعا ثم يبيعها عليه السلام، ثم من هذه الدراهم والدنانير التي يربحها من عمل يده بأنه صنع الدروع، أن يعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحة إني بما تعملون خبير، فكان يحسن صناعة الدروع ثم يبيعها عليه السلام، ثم بذلك المال الذي ربحه من بيع الدروع ينفقه على نفسه وينفقه على أهل بيته وعلى بنيه. فاختص داود من غيره من الأنبياء بذكره في المثل هنا لأن الحجة به تقوم، ولأن المثل به يستبين، ولأن الحالة تتضح لكل أحد، فلا يأنف أحد بعد ذلك من أن يعمل. وقد يسود في زماننا هذا مما نراه من ثقافات تورثها الشاشات الناس، يزهدون الفتيان والشباب وغيرهم في العمل، والكل يريد أن يكون شيئا مذكورا بين عشية وضحاها، وهذا محال. إن العاقل لا يأنف أن يأكل من عمل يده ما دام هذا المال الذي يناله سواء في آخر اليوم أو في آخر الشهر أو في آخر العام إنما يناله من كسب يده، هذا هو العزة الحقة، لا أن يتكفف الناس ويسألهم ويستجديهم. وقد قلت أن العرب تقول فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، المحيا الوجه، والمراد حث الإسلام أتباعه على العمل. وقد ضرب نبي الإسلام لهذا مثلا بنبي كريم هو داود عليه الصلاة والسلام. من هذا الإجمال أيها المبارك نفقه جميعا فضيلة أن يكون الإنسان له عمل يعمله يقتات من خلاله ولا يعيبه من ذلك شيء. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أرضاه لما هاجر إلى المدينة مع من هاجر، وأخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد ذا مال، فقال يا عبد الرحمن أنت أخي وأنا من أكثر أنصاري مالا، فإن شئت قسمتك نخلي، وإن شئت تركت لك إحدى زوجتي، اختر إحداهما وأنا أنزل لك عنها. فقال كل ذلك لك يا أخي وبارك الله لك فيه، ثم دلني على السوق. فدله على السوق فتاجر رضي الله عنه أرضاه حتى مات وهو في الغنى في مقام مرفوع وفي المال في وفر كثير منه، وكل ذلك بعمل يده رضوان الله تعالى عليه. والمقصود من هذا كله أن يسأل الإنسان في الكسب، ثم يبقى مسألة أن يتوخى الإنسان الكسب الحلال وأن يتقي الله عز وجل في الدرهم والدينار الذي يقوت نفسه به وينفقه على أهله وأبنائه. أيما لحم بني على السحت فالنار أولى به. لا ينبغي للمؤمن أن يغش في عمل ولا أن يخدع غيره ولا أن يختلس مما هو تحت يده،
وغير ذلك من الطرائق المحرمة التي ينال بها الكسب الآثم العاقل، من خاف الله عز وجل فيما ائتمنه الله عليه تحرج من ذلك كله، وعلم أن ذلك من طرائق الهلاك وأسباب البوار عياذا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام ولما ذكر الرجل يطيل السفر، وطول السفر مظنة الضعف والعجز، قال ويرفع يديه، وهذا مظنة استجداء لرب العالمين، يقول يا رب يا رب. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام عنه مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام. فلما ذكر الدوافع والبواعث التي جرت العادة أنها مجلبة لإجابة الدعاء ذكر الموانع، ولم يذكر إلا مانعا واحدا هو أن الكسب حرام، فقال عليه الصلاة والسلام على باب الاستبعاد فأنى يستجاب له. والحديث فذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا ربي يا رب، ثم قال فأنى يستجاب له إذ مأكله حرام ومطعمه حرام وغذي بالحرام. وقد يأتي إنسان ربما يكون كسبه من طريق حلال، لكنه قد يكون عنده من يعمل بين يديه فيمنعهم حقهم وينسى أن الله عز وجل أوصل إليه حقه، فقد يكون في بيته أجراء ممن يعملون من رجال أو نساء أو موظفين أو لديه مؤسسة أو لديه شركة أو غير ذلك مما هو حاصل في زماننا، فيمنعهم حقهم ويتذرع بأحاديث أو بأعذار هو يعلم يقينا أنها كذب، لكنه يقولها للسلطان، يقولها للقاضي، يقولها لمن بيده الأمر، يقولها لمن حوله، يقولها لأصحاب هؤلاء، يقولها لمن شكى إليه هؤلاء الأجراء الظلم، وينسى أن الله عز وجل سائله عن أولئك الذين عملوا عنده ولم يوفيهم حقهم. قال عليه الصلاة والسلام اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وقال ونضع الموازين، وقال ربنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكما أننا محاسبون على المال من أين اكتسبناه، نحن محاسبون على المال فيما أنفقناه. وفي الحديث لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وإن من أعظم الظلم أن يمنع الإنسان أهل الحق حقهم، لأنهم غدوا بذلك مظلومين يستجيرون ربهم ويسألونه أن ينتصر لهم. وفي الحديث واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يتحرر من كل ذلك أن الإنسان إذا أحسن أن يطيب مكسبه، ثم أحسن أن يطيب منفقه إنفاقه، وأعطى كل ذي حق حقه، وكان له حظ من الزكاة وحظ من الصدقة قائم بذلك كل، هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله نعم المال الصالح للعبد الصالح. بقي أن نختم، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام داود عليه السلام، أن نذكر شيئا من فضل هذا النبي الكريم الذي خلد الله عز وجل ذكره في القرآن. فإن الله عز وجل قال ولقد آتينا داود منا فضلا، وهذا إجمال، ثم بين الله عز وجل بعض ذلك الفضل، يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فذكر الله عز وجل بعض ما يتعلق بفضله على نبيه وعبده داود. فذكر أولا أن الله عز وجل جعل الجبال تسبح معه، وهذه منزلة عظيمة له. الإنسان إذا وجد معه من يطيعه، من يطيع الله معه، من يصلي معه، هذا يعينه على العبادة، فكيف بهذا العبد الصالح والملك الموفق أن الجبال تسبح معه؟ هذا أعظم عونا على العبادة. ثم إن الله عز وجل أخبر أن الحديد فيه بأس شديد، ومع ذلك إكراما لهذا النبي الكريم الذي لان قلبه لله، قال الله وألنا له الحديد، فأوتي من الباب الذي أحسن فيه، يوم أن لان قلبه لله ألان الله عز وجل له الحديد يصنع منه ما يشاء. ولم يكن الناس قبل داود يعرفون صناعة الدروع حتى من الله عليه بالتوفيق إليها، أن اعمل سابغات، والسابغات هي الدروع. قال الفرزدق حلل الملوك لباسنا في أهلنا والسابغات إلى الوراء نتسربل، هذه نتف
من العلم بنبي الله داود أعقبناها على قوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعام قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.